مرحبا بكم قناة المرمى والله غير ما شاء الله الله يبارك ونعزيو العائلة الرياضية بوفاة العميد التحكيم الجزائري السيد بلعيد لكر الله ربي يرحمه إن شاء الله وربي إن شاء الله يعطي صبر العائلة تاع أولاده وخوه وكامل الناس تاع بلعباس وكامل الجزائريين. نهضر على واحد الموضوع حساس هذا الشتم الشتم هذا تاع الأمهات الناس اللي راهي تسب في اليمات هكذا غراتويتمون والله العلي العظيم غير حرام عليكم يعني نهضروا دوك الصح واش كاين حرام هذا الشيء على زعما نسب امنا يا باش زعما نربح مقابله نو وراني شفت واحد لاكسيون في وهران الحاكم تاع وهران مد ان بيناتي انديسكيطاب مسيو حلايجي مد بيناتي انديسكيطاب ومن بعد راح للفار هما سبوه سبوا له الام تاعو ما يطلقوا لا اربيت ولا غارديا ولا حتى واحد مشى دوكا راهي ظاهره راهي تمشي هذا تاع الشتم تاع امهات حنا نسكنوا في رونفالي رونفالي قدام دار عمر الزاهي الله يرحمه كان عندنا عالم جزائري عالم راني نقول عالم جزائري توفى رحمه الله عليه السيد اسمه شريف قار محمد شريف قار هذا هو عالم جزائري شاف زوج دراري صغار واحد سبلو يماه حبط ليه قالوا علاه سبيتو يماه قالوا مشاش قالوا دراري قدامنا قالوا انت تقبل لي سبلك يماك قالوا لا قالوا يهما لا شوف كيفاش انت تقبل واحد اللي سبيت له يماه انت وعلاش هذاك الولد هذاك سلم عليه وقداش شوف الناس هذاك الوقت كيفاش كانت تربي دوكا باش نربحوا كرة قدم باش نربح ان ماتش نسب ام لا وانا راني محروق عندي نسيبتي وبنت عمتي توفات غير كيما ونعزي وان شاء الله انصار مولدية الجزائر وكامل الناس الجزائريين يدعوا لها بالرحمه سي لا فامي بوم شده راهي ماتت الله يرحمها والله العالي العظيم عندي المراه تاعي كي تشوف المراه تشبهها لها في التلفزيون غير تبكي ان شاء الله مع الاذان هذه خلونا ما هذا السب تاع الامهات هذوما الله يجازيكم خير سورتو لي كارديو دبيت ايه وسورتو الكارديان كل ما يجي ديكاجي يسبوا لي مع الحق الله اكبر الله يرحم جميع اموات المسلمين والسلام عليكم والله يجازيكم خير ان شاء الله بارك الله فيكم